جملة من المشاريع التي أعلن عنها محافظ شبوة من حصة المحافظة من النفط بدأت تؤتي ثمارها وتتجسد واقعا ملموسا. ومن هذه المشاريع تأهيل الطرق والجسور بالمحافظة، والبداية من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدخلين الشرقي والغربي لمدينة عتق عاصمة المحافظة، ومشروع إعادة رصف وسفلتة عدد من الشوارع داخل المدينة. نحن اليوم في المدخل الغربي لمدينة عتق، المدخل الذي انتظر أكثر من 7 سنوات لاستكماله، وبفضل الله وبجهود الأخ المحافظ قد استأنف العمل مع مقاول المحسني. لأول مرة في تاريخ محافظة شبوة يتم تمويل مشاريعها من ثرواتها، فخلال عام واحد بلغت حصة المحافظة ما يزيد عن 21 مليون دولار، خصص منها إلى الآن أكثر من 15 مليون دولار للمشاريع الحيوية. نجهز طبقة الأسفلت للشوارع الخدمية، يعني أطراف الخط الآن أولاً، يعني الأمن الخط من اليمين ومن اليسار، وبعدين نرجع للوسط نقسمه تقسيم، يعني تقسيم بموجب كروكي يعني موجود. تعد خطوط السير من الطرق الحيوية الهامة، خصوصاً بعد تحول المحافظة إلى منفذ للبلاد إلى الخارج، وبذلك باتت تشكل شرياناً رئيسياً للحياة بالنسبة لليمنيين. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.